انا ما نقولش حتى من الماتش الجاي ان شاء الله تكون البدايه نتاعنا ان شاء الله نفرحوا الجمهور صحيح معذور برشا سيرتو الفتره هذه. نتمنى ان شاء الله الكل ياخذوا يد واحده نعاونوا بعضنا يدزوا معنا ان شاء الله قدام ان شاء الله نعوضوا لهم الفتره دي ان شاء الله. نعرف جمهور الكلوب متغشى علينا برشا نطلبوا منه السماح. البداية نتاعنا كانت خايبة ياسر، لازم نحنا مستحقين برشا لجمهورنا تو، إن شاء الله يقف معانا وإن شاء الله نفرحوه وتبدا البداية نتاعنا من ماتش بن زرقا. صحيح ديبار خايب هذا حتى حد ما يشك فيه، هذا كله فات وبالنسبة لي نحنا الديبار إن شاء الله مش يكون ماتش بن زرقا. خاطر صحيح هذه أول باركور معناتها وأول سيتياسيون نحطوا فيها كي معناتها بداية خايبة، إن شاء الله نقعد جمهورنا معناتها من هنا دوبيت الماتش تاع بن زرت، إن شاء الله نراو الوجه الحقيقي للنادي الإفريقي والوجه الحقيقي للجمهور إن شاء الله. بفضل ربي باش نعملوا كل شيء باش نربحوا الماتش هذا. إن شاء الله بكم نكونوا أقوى، إن شاء الله نبداو صفحة جديدة من ماتش بن زرت. جانفيت تو لو بوبيك دا كلوب أفريكان أن نوفو أراديس. موعدنا في راتش إن شاء الله.